سائر المنتمين إلى ذلك القبيل. أما بعد فيا عباد الله، لا تيأسوا من روح الله، فالمؤمن لا يعرف اليأس ولا الخنوف، ونحن أمة مؤمنة بإذن الله تبارك وتعالى، لا نعمل إلا لخدمة ديننا وأمتنا، ونحن نعلم علم اليقين أن الغرب لا يريد لنا الخير، فكيف نرجو السماحة من أعدائنا؟ هؤلاء لا يعرفون سوى مصالحهم والسيطرة على خيراتكم واستعبادكم، يريدون مواصلة مصادرة أرضكم ومقدساتكم، يريدون أن يضعوكم في معتقلات كبيرة، وأنتم ترون الحواجز العسكرية المذلة، وكيف يتم إذلالكم عليها؟ أسراكم في سجونهم يعذبون ويتألمون، ولا أحد يعمل من أجل رفع المعاناة عنهم. أليس من حقهم أن يعيشوا حياة عزيزة الجانب؟ حسبتم أن العزة للمشرك، وقد جعلها الله تبارك وتعالى لنفسه ولرسوله وللمؤمنين. أين موضع الحصار المفروض على أمتنا اليوم؟ إلى أين وصلت فرابتكم؟ لقد ذلت الأرض وضاعت الحمار، والاستيطان أزل الأخضر واليابس، وأمتنا نائمة، كفانا مقنعة للوهم، فها هم معبدون، البيوت تصادر، ويتم إخراج أهلها منها بالقوة، ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن هذه الهجمة الاستيطانية الشرسة يجب أن يقع لها حد، فنحن نملك أوراقا كثيرة، نحن ندافع عن حقنا وعن أرضنا ومقدساتنا، والواجب علينا ألا نعطي الذرائع لغيرنا. يجب أن يكون لنا موقف عزيز مشرف يرفع راية الإسلام ويعز المسلمين، والواجب على علمائنا وأهل الدعوة منا أن يقفوا موقفا حازما مشرفا، وأن يقوموا بالمسؤولية التي حملهم الله تبارك وتعالى إياها. فتيقنوا يا عباد الله أن النصر آت لا محالة، وأن الفتح قريب، وأن النصر قريب بإذن الله عز وجل، وأن الظلم إلى زوال، فدولة العدل إلى قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة، ولا بد لأن يقع في قضايا الإسلام، وأن تعز المسلمين فيها.
لو واقف سيارتك هنا.